قدم التهاني للعريس حسن، الى بي العريس ابو حسن، الى عمام العريس وخوال العريس، لعيون الغالي زكريا ابو محمد، لعيون الحاج محمود العبو ضيوفه، لعيون الحاج فاروق العبو بني العبو بالجمع الاجمل تحيه وسلام، لعيون الغالي محمود ابو زكور، ايضا لعيون عريف الفرح الغالي علاء ابو عمر والغالي احمد ابو جمعه، كل الضيوف كل الموجودين من عيون ابن خالة العريس الى كل من صلى على سيدنا محمد له احلى واجمل تحيه ومليون سلام. ايضا لعيون الشلود ابو عمر له اجمل تحيه ومليون سلام، كل الضيوف. ايضا تحياتنا لعيون شباب كفرغان الله حيهم، احلى واجمل تحيه بجمع ال 200 مليون من عيون الغالي عبد الباقي ابو زكور، من عيون شباب عاشرة تركمان الى شباب الدمالخة الى شباب كفرغان، تحياتنا لعيون العريس بي العريس وعمام العريس وخوال العريس، كل الحضور عرفاء الفرح من عيون الغالي عبد الباقي ابو زكور بجمع ال 200 مليون الى كل من صلى على محمد له احلى واجمل تحيه ومليون سلام. ايضا احلى واجمل تحيه من عيون عريف الفرح الغالي علاء ابو عمر، تحياتنا الى العريس بي العريس، من عيون ابو عمر الى كل الحضور كل الموجودين والى كل القرى كل العشائر لنا اجمل تحيه وسلام. ايضا خاص نص الى شباب الى جينزات ليمر لنا اجمل تحيه وسلام. لعيون هلال الجميلي الله حي ابو جمعه، لعيون حسين الجميلي ابو جمعه، لعيون احمد الجميلي، لعيون ابو علي الجميلي، لعيون ابو حسين البطوشي الله حي شباب البطوش، لعيون الهنادي الغالي احمد ابو علي، لعيون ابو جاسم العجيلي وضيوفه، لعيون ابو محمد العجيلي، من عيون ابو عمر عارف الفرح الى كل الحضور اجمل تحيه وسلام. بي العريس اجمل تحيه وسلام. لعيون شباب التقلي، لعيون نسيب مارع عريف الفرح الغالي احمد الجمعه ابو جمعه، انا رفعت الراس خيو اشبك الله حياك. من عيون فرقه الحوادي، من عيون المنشد الغالي احمد نجار ابو علي، لبي العريس الى كل الحضور كل من صلى النبي له اجمل تحيه وسلام. لعيون عاشوره البني جميل الدمالخه البو سلطان البو رمضان، لعيون الشيخ احمد طحان ابو محمد وضيوفه لنا اجمل تحيه وسلام، كل الضيوف كل من صلى على النبي له اجمل تحيه وسلام. ها ها ايقاعك يلا اخوي يلا. ايضا احلى واجمل تحيه بجمع ال 100 مليون، تحيه من عيون الغالي ابو عمر، تحيه للعريس بي العريس عمام العريس وخوال العريس جد العريس، لعيون الجد محمد عبود وحسن عبود وعلي عبود بغيابه، لعيون اخوهم الله بغيابه له اجمل تحيه وسلام. تحيه من عيون ابو عمر الى شباب الطقلي ابو قصي وابو المجد، تحيه لعيون ابراهيم حسون الخال رمضان، لعيون الحاج ياسر، لعيون الاستاذ محمد مصطفى اسماعيل اجمل تحيه وسلام، وعلي الشعبان الخال فؤاد والخال محمد ابو حسين، لعيون عشره الدمالخه، لعيون الحاج فوزي البني جميل البني سلطان البني رمضان، لعيون الحديفه، كل الحضور بجمع ال 100 مليون. طفي من الانشاد الى الارشاد مع فضيله الشيخ الشيخ يونس، يتفضل مشكور غير مأمور اجمل تحيه وسلام. الله حي كل الحضور، فضونا الساحه استريحوا الله حي كل الموجودين، تحياتنا لعيون شباب الدمالخه اجمل تحيه وسلام. يلا كلمه طيبه من فضيله الشيخ. يا رب يا رب يا رب يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، نبارك لأخينا العريس حسن ولوالده أبو حسن هذا الزواج الميمون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما بخير. بارك الله فيك. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما بخير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا الجمع الطيب الذي ما جاء إلا لتهنئة العريس ووالده بهذا العمل الطيب المبارك الذي هو من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلي معكم وقفات إن شاء الله ولن أطيل. الوقفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليخبره بذلك. فأولا أنا أخبركم أني أحبكم في الله. الأمر الثاني، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، فيتبادر إلى الذهن دائما أفضل الناس ربما هو القائم، الصائم، المزكي، المتصدق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الناس من كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وعلى ما أخبرت أن هذا الجمع الطيب هو كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وأن هذا الجمع الطيب كان له المساهمة الطيبة في الجمع بين الزوجين على سنة الله وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى، على سنة نبينا محمد وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الوقفة الثالثة، الحمد لله الرزاق الفتاح الذي أحل الزواج وحرم السفاح. فالزواج في ديننا حلال وهو سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والزواج في عمومه سنة، ولكنه يكون واجبا إذا خشي الإنسان على نفسه العنت، أي خشي على نفسه الوقوع في الحرام عياذا بالله من ذلك، مع القدرة على الزواج فيكون الزواج في حقه واجبا. الزواج يكون في حقه واجبا. الوقفة الأخرى هي أننا نرفق بمعاملة النساء. هناك قصة أسردها على مسامعكم، أن أحد الأمراء ذكرت له فتاة لأنها جميلة وصاحبة خلق ودين، فذهب إلى أبيها لخطبتها، فالأب أبدى موافقة، فدخل الأمير ليرى الفتاة الرؤية الشرعية. فحينما دخلت الفتاة فرآها ذات قوام حسن ووجه حسن، وهذه الرؤية الشرعية مباحة شرعا، فأراد أن يكلمها، فقال لها: أنا سيء الخلق، شديد الملاحظة، سريع الغضب، شديد الانفعال، وهذه الصفات عادة غير مرغوب فيها في الزواج، ولكن أراد أن يمتحنها وأن يختبرها بهذه الأمور. فقالت له: أسوأ منك خلقا من أحاجك إلى هذا الخلق. فهكذا تبنى العلاقات الزوجية بين الزوجين على التغاضي. التغاضي بالعامية نسميه نحن التطنيش، فالرجال قوامون على النساء. ففي الآونة الأخيرة حالات الطلاق كثرت، وأغلب الدعاوى في المحاكم عن الطلاق ومشاكل أو المشاكل الزوجية، فالرجال قوامون على النساء، فأنا أحمل المسؤولية الكبرى على الزوج، فالرجل هو له القوامة وبيده مقاليد الأمور في البيت. فلذلك ينبغي أن تبنى العلاقات على التغاضي، تكون معلما، تكون لها أبا، تكون لها أخا، تكون لها أما، تكون لها عائلة، فهي تركت أمها وأباها وأخوتها وجاءت إليك، فكلها ذلك، فكلها ذلك. الوقفة الأخرى التي أريد أن أقف ولن أعرج طويلا عليها هي حول إقامة الأعراس. الحمد لله الذي أباح المدح، الحمد لله القدير الأعلى الذي أباح المدح وحرم الغناء. الغناء في شرعنا حرام والمدح في شرعنا مباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أسمعوني صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
حينما دخل مكة فاتحا على رأس 10,000 مقاتل أهدر دم رجال. قال: من دخل بيته فهو آمن، من أغلق بابه دونه فهو آمن، من دخل الحرم فهو آمن، من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، إلا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم رجال، زهير بن أبي سلمة وعكرمة بن أبي جهل ورجال. قال: إذا وجدتموهم متعلقين في أستار الكعبة فاقتلوهم، دمهم مهدور في الحل والحرم. تصوروا، إذا وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم. فكان عكرمة، يعني هو من أهل مكة وأهل مكة أدرى بشعابها، هرب، وكذلك زهير بن أبي سلمة هرب. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فأحد الصحابة أدخل زهير بن أبي سلمة خلسة إلى مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: قم فقل قصيدتك. فزهير بن أبي سلمة كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، كان شاعرا، وكان في ذلك الزمان الشعر هو أداة إعلامية. فقام زهير بن أبي سلمة بقصيدة مطلعها قصيدة غزلية: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. حتى وصل إلى قوله تعالى: إن الوشاة قد دخلوا بيني وبينك يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك يا ابن أبي سلمة لمقتول، وأنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن خلع بردته، أي عباءته، وألبسها لزهير بن أبي سلمة، لأنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة أصحابه، والنبي أهلا للمدح وأهلا للثناء. فالمدح في ديننا مباح، ولكن بضوابطه الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. فحينما نحن نعلن النكاح بمولد فيه ذكر وفيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل أبدا، ما في مقارنة بينه وبين من يأتي بمطرب. فأنا أحث أولياء الأمور والشباب: لا تفرحوا أن تجعلوا في عرسكم مطرب، فهذا مما يمقت الله ومما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالمطرب حرام، والمدح مباح، المدح بضوابطه الشرعية مباح، والغناء والمطرب حرام. وقد ذكر ذلك في سورة لقمان حينما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فيقسم ابن مسعود 3 مرات يقول: والله الذي لا إله إلا هو هو الغناء. فالغناء محرم والمدح مباح. وذكرت هذه القصة، والقصص والشواهد على مدح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، أكثر من أن تحصى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع، وأن يبارك للزوجين، وأن يبارك عليهما ولهما، وأن يجمع بينهما بخير، وأن يرزقهم الكثير الطيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. نشكر فضيل الشيخ. أيضا أحلى وأجمل تحية بجمع 100 مليون من عيون الغالي عدنان زازا. تحية إلى العريس، إلى بي العريس، وإلى عمام العريس، وإلى خوال العريس. تحياتنا لعيون شباب عشيرة التركمان، وإلى شباب الدمالخة، لعيون شباب الخراج، شباب البو سلطان، لعيون عشيرة البو رمضان، عشيرة البو سعيد، من عيون الغالي أبو عمر، لعيون مختار البني سعيد أبو مجيد، له أجمل تحية وسلام. لعيون ومالله وليد، له أجمل تحية وسلام. لعيون الغالي محمد عبود، من عيون لعيون حسن عبود، إلى شباب عشرة الحسان، إلى كل الحضور، كل المولودين، إلى شباب التقني، إلى أجمل تحية وسلام. عشرة الدمالخة، لعيون المندوب الغالي محمد ناصر، له أجمل تحية وسلام. إلى كل الضيوف، إلى كل الموجودين. يلا أخوتي، على طلب عريف الفرع أحمد أبو جمعة، شباب الولدة يتفضلوا مشكورين. ولدة للحمو، يلا حمو. أيضا لعيون شباب كفر كلبين، شباب كفر كلبين يتفضلوا على رقص الحمو على طلب بي العريس أبو حسن.
شباب كفر كلبيين واللي بيحب يشارك الله حي كل الحضور كل الموجودين لنا اجمل تحيه وسلام الى كل الضيوف الى كل القرى. اعطينا ايقاعك حمو يلا 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 الله حي شباب كفر كلبيين الله حي شباب غزل شباب سوران الى كل السادة الضيوف والى كل القرى. طيب هاي ابو علي ها يلا اخوتي عبونا سها شباب الحمو الله حي شباب كفر كلبين. طيب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله راعي الاول. طيب هاي استاذ ما شاء الله ما شاء الله العيون الغالي محمود الحمود وضيوفه الله وعيون الغالي محمود الحمود الى كل الحضور العيون الغالي فؤاد ابو محمد الله حي شباب سوران العيون شباب التقليل الاجمل تحيه وسلام. طيب هاي 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 الله ايوه الله واحد يا رب يا راعي الاول الله حي الشباب الله 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 امانه ما أمان 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 وعلى السفر حبيب القلب لا يا خيال ولا عمره ما غاب نهار عفراق قلبي قولا يا ولام وصارت عتمها الدار امان 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 وشلون انا مليل وشلون انامو وشلون انامو وشلون انامو حبيبي محمد جوهر كلامو جوهر كلامو جوهر كلامو وشلون انام الليل وشلون انامو وشلون انامو وشلون انامو حبيبي محمد جوهر كلامه جوهر كلامه جوهر كلامه وشلون انام الليل وانت على بالي وانت على بالي وانت على بالي الله غيرك يا محمد وانا شاف مالي وانا شاف مالي وانا شاف مالي وشلون انام الليل وشلون انامو وشلون انامو وشلون انامو حبيبي محمد جوهر كلامو جوهر كلامو جوهر كلامو أمان أمان أمان
ويا العريس يا ابو حسن من كثر ما انت حلو يا خي خايف تصيبك عين اولا طبعك حلو يا خي وثانيا شكلك زين وثانيا شكلك زين امان 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 وشلون انام الليل واغمض عيوني واغمض عيوني واغمض عيوني انت رسول الله نظرة يا عيوني نظرة يا عيوني نظرة يا عيوني وشلون انام الليل وشلون انام وشلون انام وشلون انام حبيبي محمد جوار كلامه جوار كلامه جوار كلامه امان امان يا 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 الله حي عيون محمد امان 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 وشلون انام الليل وانت على بالي وانت على بالي وانت على بالي غيرك يا محمد وانا شاف اعمالي وانا شاف اعمالي وانا شاف اعمالي وشلون انام الليل وشلون انام وشلون انام وشلون انام حبيبي محمد جوهر كلامه جوهر كلامه جوهر كلامه راح مني وغدا اخمان اخمان يا ولع راح مني وغدا ومتيه افكاري ومتيه افكاري يا طير الطاير فوق اخضر يا بوجنا اخضر يا بوجنا اخضر يا بوجنا سلم على طه كل العقر راح كل العقر راح كل العقر راح وشلون انام الليل وشلون انام وشلون انام وشلون انام حبيبي محمد جوهر كلامه جوهر كلامه ولا انت
والله ما في مثالك بشر جد الحسن وحسين جد الحسن وحسين بعد اذنك يا على الاول ثبت على الجوصر على الجوصر ايوه آه. عمر الشباب الله حي عيون شباب التخلي احلى عيون الاول احلى عيون شباب سفيري وكل العشائر الله حي الشباب احلى عيون شباب الموالي واحلى عيون ابو جمعه احلى عيون ولد العريس وضيوف العريس الله حي الشباب روح روح احبابي يا احبابي فلازموا في الباب احبابي يا احبابي فلازموا في الباب ولا تقولوا من لها فانتم ذخر لها ولا تقولوا من لها فانتم ذخر لها احبابي يا احبابي فلازموا في الباب احبابي يا احبابي فلازموا في الباب ولا تقولوا من لها فانتم ذخر لها فلا تقولوا من لها روح علي روح روح الاول اشوخه اشو ما شاء الله روح الاول واركب يا خيو شو 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 اول احبابي فلازموا في الباب احبابي يا احبابي فلازموا في الباب فلا تقولوا من لها فانتم ذخر لها فلا تقولوا من لها فانتم ذخر لها خذوا فؤاد العالي وكملوا ايماني خذوا فؤاد العالي وكملوا ايماني خذوا فؤاد العالي وكملوا أنا العبيد الجاني مسبب الأسباب أحبابي يا أحبابي فلازموا في الباب أحبابي يا أحبابي فلازموا في الباب فلا تقولوا من لها فأنتم ذخر لها فلا تقولوا من لها روح هيا راعي الأول عيونك يا ابو جمعة اه يا راعي الاول اه يا ابو جمعة وين الكتف وين الله حيك يا راعي الاول ابو جمعة اه يا ابو جمعة هيا ابو جمعة هيا روح الاول احلى عيونك يا ابو الروب احلى عيونك يا ابو الروب ملك الزراعة صلاة رب الناس على مدير القاسي صلاة رب الناس على مدير القاسي صلاة رب الناس على مدير القاسي
الحضرة الإناس طه مع الأحباب. أحبابي يا أحبابي فلازموا في الباب، أحبابي يا أحبابي أحبابي فلازموا في الباب، أحبابي يا أحبابي فلازموا في الباب، فلا تقولوا ملا فأنتم ضفرنا، خذوا فؤاد العاني وكملوا إيماني، أنا العبيد الجاني مسبب الأسباب. بعد اذنك يا راعي الاول ثبت ولده 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 ولده. يا راعي الاول الله حي شباب الولده الله حيهم. يا لبيت الرسالة لكم أشكو الأحوال، حمل وقع يا رجال نظرة منكم ينشال. الله 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 الله. يا لبيت الرسالة لكم أشكو الأحوال، حمل وقع يا رجال نظرة منكم ينشال. آه الله الله الله. وجدكم يا أهل البيت وفي حماكم حطيت، جيناكم يا أهل البيت وفي حماكم. بالأعتاب ارتمت وبالأعتاب ارتمت، نرجو منكم وصالة. آه الله الله الله. يا لبيت الرسالة لكم أشكو الأحوال، حمل وقع يا رجال نظرة منكم ينشال. آه الله الله الله. وأهل العبايا سياد يا فاضل يا أمجاد، أهل العبايا سياد يا فاضل يا أمجاد. وأهل العبايا يا فاضل يا أمجاد، أهل العبا يا سياد يا فاضل يا أمجاد. جدكم خير العباد، جدكم خير العباد، نبغي منه الوصالة. آه الله الله الله. يا لبيت صبح الفياض تفضل على الاول. اهل العبايا
جدكم خير العباد، جدكم خير العباد، نرجو منه الوصال. الله 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 يا لبيت الرسالة، احلى عيون نرجس بحي ابو فياض. هلا راح الاول احلى عيون نرجس بحي ابو فياض، ما شاء الله ما شاء الله. ها واقصد حمانا بنا، واني لا روح للمدينة واقصد حماكم نبينا، ويا طه نظرة عينينا، يا طه نظرة عينينا، نبغي منكم وصالة. الله 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 يا لبيت الرسالة، لكم اشكو الاحوال، حملي واقع يا رجال، نظرة منكم ينشال. آه الله الله، روح على القصر على القصر على القصر. سلم لي يا حمامة عالنبي بدر التمامة، عالنبي اسمه محمد، عالنبي اسمه محمد المظلل بالغمامة. سلم لي يا حمامة عالنبي بدر التمامة، سلم لي يا حمامة عالنبي بدر التمامة، عالنبي اسمه محمد، عالنبي اسمه محمد المظلل. وسلموا لي على الرسول وعلى زوج البتول، سلموا لي على رسولي وعلى زوج البتولي، سلموا لي على رسولي وعلى زوج البتولي، وغدا قائل يقولي فاز من صلى وصلى. سلمي لي يا حمامة عالنبي بدر التمام، سلمي لي يا حمامة عالنبي بدر التمام، النبي اسمه محمد، النبي اسمه محمد المظلل. روح يا راعي الاول. ما شاء الله ما شاء الله.
الله الحسن وحسين وابن علي
شوقي يا صياد يا صياد. البدوي الدسوقي يا صياد يعز الدين لا تنساني، لا البصيره لا الشيخ عيسى، لا الوضيحي لا النوراني. هنم على ولادكم اسم احمد علي نجار يا يابا. صلوا على الهادي دومية، على الشيخ المبرى المجلوبي، صلوا على الهادي.